من جديد من مدينة العالمين الجديدة ومن تاني أيام فعاليات مهرجان العالمين موجودين مع حضراتكم من العالمين الجديدة ومن هنا بهني الزميل الإعلامي أحمد فاي على انطلاق أحدث برامجه على قناة دي أم سي برنامج لوغاريتم واللي انطلقت أولى حلقاته النهاردة الساعة سبعة يعني بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق والحقيقة أنه دايما بيقدم برامج بتحمل الكثير ويعني الكثير من الرسائل الهامة اللي بنستمتع بيها جميعا بدعوكم طبعا لمتابعه هذا البرنامج بعود مع حضراتكم لفعاليات مهرجان العالمين في تاني ايام فعاليات هذا المهرجان وللحقيقة يعني بيضم الكثير والكثير من الفعاليات ويمكن من اكثر الحاجات المهمه اللي احنا بنتكلم عنها عن اهميه محفل زي مهرجان العالمين هو مساله الجذب السياحي وزي ده ممكن يكون عنصر هام للجذب السياحي واحنا السنه دي الحقيقه محققين ارقام قياسيه في السياحه ويمكن ده شيء بيفرحنا جميعا يعني لابنه يمكن تكون السياحه هي المنقذ في وضع اقتصادي عالمي زي ده واحنا الحقيقه كبلد نمتلك كل المقاومات اللي تخلينا يعني نجتذب اكبر عدد ممكن من السياح واحنا يمكن السنه دي كنا بنتكلم على ان الدوله المصريه بتستعد لاستقبال 16 مليون سائح يمكن بتتحدث الصحف العالميه والقنوات العالميه زي سي ان ان عن انه لو استمرت مصر في استقبال هذه المعدلات من السياحه يمكن نعدي حتى هذا العدد اللي هو 16 مليون نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع الخبير السياحي محمد كارم منورنا النهارده في استوديو التاسعه في مهرجان العالمين الجديده ويعني مساله سياحه المهرجانات وازاي هي يعني تحدث الفارق في مساله الجذب السياحي ده شيء مهم جدا الحقيقه. طبعا يعني سياحه المهرجانات وخصوصا مهرجان العالمين ليه طابع خاص لعده اسباب لانه هو مش مهرجان سياحي فقط ولا رياضي بل بالعكس هو مهرجان ثقافي السياحي الرياضي في في وقت واحد وده هيشجع كتير جدا على ان انماط واشكال السياحه ان تكون موجوده في مدينه العالمين وزي ما احنا شايفين في تاني ايام المهرجان في مجموعه ايطاليه انا لسه ملتقي بيهم قبل ما اطلع لحضرتك الحلقه وكانوا مبسوطين جدا لان الصبح كانوا موجودين في الميه ودي مم. السياحه الشاطئيه اللي بتجذب عدد كبير من السياحه الاوروبيه لمصر بالاضافه طبعا للايفنتات اللي موجوده هم اول مره يكونوا موجودين في العالمين ولا قبلك؟ لا كانوا اول مره يجوا العالمين مم. وبعد كده استمتعوا طبعا كان في ماتش دلوقتي على الشاطئ وكانوا مستمتعين جدا ان هم لاقيين كل حاجه متوفره في مدينه العالمين ومستمتعين جدا ان ان ده موجود على ارض مصر وخصوصا ارض العالمين لان انا انا من وجهه نظري ويعني انا شايف ان الحمد لله الاقبال السياحي على المحفل الدولي اللي موجود على ارض العالمين هو شيء جيد جدا منطقة العلمين ومدينة العالمين الجديدة على خريطة السياحة العالمية أعتقد أنه دي أنا شايف أنها نقطة تغير الكثير في سياحة البحر المتوسط وإحنا الحقيقة أنه نمتلك كل المقاومات ومهرجان العلمين بيتفرد بمسألة أنه نجمع ما بين أحداث فنية وأحداث رياضية يمكن كان العادي أن احنا نشوف على الشواطئ أحد هذه الأحداث لكن أنها تجتمع مرة واحدة ده شيء جديد يعني طبعا عشان نقول بس بمنتهى الامانه ان تم إدراج مدينة العالمين من وقت قريب جدا كسياحة شاطئية. آه بعد الافنت هي هيشمل أشياء كثيرة جدا ويمكن معظمنا كمصريين ما, ما حدش يعلم إن مدينة العالمين فيها عدة آه حاجات مش موجودة آه في الساحل الشمالي آه زي مثلا إحنا عندنا أوبرا في العالمين آه موجود المسرح الروماني في العالمين آه موجود كل أشكال السياحة اللي جيست بيبقى طالبها دي بالإضافة لنقطة كبيره جدا ان المالديف في مصر هم مرسى علم والعالمين فده شيء جيد جدا لاستقطاب السياحه الشاطئيه بشكل مختلف مش موجود الا في مدينه العلمين الربط كمان ما بين مرسى ما تروح لاسكندريه من خلال العلمين الجديده وشبكه الطرق اللي حصلت ده شيء مهم جدا يعني اللي جاي هنا لاول مره ممكن يزور كل الحاجات دي يعني من خلال رحلته طبعا واكبر ممشى سياحي موجود في العالمين م. فده شيء جيد جدا خلال الفتره اللي جايه وهيعود على القطاع السياحي وقطاع التنشيط بشكل كبير جدا وان شاء الله انا منتظر باذن الله ان يتم استقطاب اكبر اعداد سياحيه لمدينه العالمين شايفين ده ازاي مردوده على العاملين في السياحه ويمكن السياحه زي هنا في مصر زينا زي كل العالم تاثرنا اثناء كورونا ومن بعدها الحرب الروسيه الاوكرانيه ازاي حاله الرواج اللي حاصله دي ودي يمكن شايفينها من واحنا في القاهره الحقيقه حاله من الرواج العظيم اللي بيصعد قلوبنا الحقيقه من زوارنا من العالم كله شايفين ده زي تاثيره على الحجوزات داخل الفنادق لانه يمكن احنا حتى لما بنحاول نحجز وبنشوف لا بنشوف ما شاء الله الحجوزات يعني فولي بوجد طيب احنا كنا الفتره اللي فاتت كنا بنعتمد على نوعين من انواع السياحه السياحه الثقافيه والسياحه الشاطئيه ده النوعين اللي كانت مصر مشتهره بيهم خلال الفتره اللي فاتت. م. الوقت الحالي مصر بقت مشتهره بحاجات كثيره جدا من ضمنها زي ما احنا بنتكلم على الايفنت بتاع العالمين ان كل اشكال الحفلات موجوده، السياحه الشاطئيه موجوده، السياحه الثقافيه كمان موجوده في ايفنت زي ايفنت العالمين، فده بشكل كبير تغير المفهوم والثقافه لدى المصريين لتنشيط الحركه السياحيه الوافده الى كل المدن اللي موجودة في مصر، كل مدينة في مصر بتشتهر بعده عوامل جذب سياحي ليها، فده كله بيتحط على الخريطة السياحية خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. موجود في خلال أيام المهرجان يعني يمكن نجوم عرب ونجوم عالميين كبار وأسماء لامعة في عالم الغناء. إزاي بتفرق الحاجات دي سياحياً؟ يعني إزاي من خلال إنه لإنه علشان يعني نكون كلنا عارفين أكيد كل مطرب وكل مغني منهم سواء عربي أو عالمي ليه الناس اللي بتحبه وللناس الناس اللي هتيجي مهتمه بهذا النوع من الغناء والحقيقه انه كمان المهرجان بيجمع ما بين انواع من الغناء مختلفه. بالضبط واشكال كثيره من الغناء ده طبعا بيساعد بشكل كبير جدا لان كل فنان زي ما حضرتك اشرتي كل فنان ليه معجبينه وليه الفريندز بتوعه فكل ده هيساعد بشكل كبير جدا على تنشيط الحركه السياحيه الفنيه بالاضافه لتنشيط الاشكال السياحه داخل مدينه العالمين. يعني حضرتك اتكلمت عن الاوبرا والمسارح اللي موجوده الانشطه اللي هتتعمل من قبل وزاره الثقافه داخل الاوبرا وداخل المسارح دي والفنون الشعبيه ازاي ده يعني بيساعدكم سياحيا للترويج لمصر. طبعا هو نقل الصوره التراثيه عن مدينه العالمين ده بيساعد بشكل كبير جدا على نقل الثقافه وتبادل الثقافات ما بين الشعوب وان هي تيجي تشوف الثقافه المصريه المتلخصه في مدينه العالمين م. واحنا الحمد لله يعني احنا القوة الناعمة في الوطن العربي في الثقافة والسياحة والرياضة وفي كل شيء الحمد لله. طيب حضرتك شايف يعني واحنا بنشوف كده فعاليات المهرجان واكيد حضرتك تابعت وشفت كم الفعاليات اللي موجودة هنا اهتمامات الناس شايف انه اهتمامات السائح المصري الاسرة المصرية اللي جاية تصيف موجودة داخل المهرجان يعني يقدروا ييجوا ويستمتعوا بالمهرجان وايضا السائح ازاي نوفر ده وده؟ لا هو ثقافة السائح مختلف عن الثقافه ثقافه المصري ثقافه المصري معتمده على الايفنتات وعلى السياحه الشاطئيه ثقافه الاجنبي هي معتمده في المقام الاول على السياحه الثقافيه والسياحه الشاطئيه في مهرجان العالمين فده ده مختلف عن ده بس الاثنين بيتم الترويج ليهم بالشكل اللي مطلوب خلال الفتره اللي جايه وخصوصا داخل الايفنت ان هو كل الثقافات موجوده وكل الاهتمامات موجوده داخل الايفنت الترويج السياحي ده عامل مهم الحقيقه لانه ممكن نكون نمتلك كل المقاومات لكن الترويج بيعطل التقدم اللي المفروض يتحقق من بعد هذه الفعاليات الكبيره زي مهرجان العالمين ازاي بنروج سياحيا لمدينه العالمين طبعا احنا انا عشان ابقى صريح معاكي طبعا مدينه العالمين من فتره قريبه دخلت على الاجنده السياحيه فطبعا كميه الفنادق اللي تمت بنائها في مدينه العالمين بالاضافه الى كل الفاسيليتي اللي كل جيست جاي بثقافته عايز يشوفه في العالمين فابتدأ خطوه بخطوه والحمد لله احنا عايزين نقول ان فتره وجيزه جدا في تغير هائل ويمكن كل المصريين من الحزيني. انا هقول لحضرتك هنا لو عايز تقول تسالني انا, أنا يعني شفت ده انا شفت مثلا فنادق جديده وفنادق قديمه تم تطويرها ودي حاجه تسعد لانه احنا حتى كمصريين كنا بنشوف ده ليه الفندق في المكان يعني الرائع ده وعلى هذه البحيره اللي يعني الجميله والمنظر الطبيعي ده لكن ما هوش على قد المستوى شفنا تطوير هائل في كل سلاسل الفنادق دي والحانه في سلاسل تناسب السائح اللي جاي اللي عايز مستوى معين من الرفاهيه وفنادق تانية عاديه ده شيء مهم جدا وكان مهم انه يكون موجود في مدينه العالمين طبعا لان احنا مش بنخاطب فئه معينه احنا بنخاطب جميع الفئات يعني معظم المصريين كانوا يقولوا الساحل والعالمين في الشتاء محدش يروح اوكي لا ده ده موجود حاليا كل الخدمات موجوده حاليا في مدينه العالمين كل الكاتيجري موجود في مدينه العالمين من فنادق سبع نجوم لغايه فنادق الدرجه الاولى اوكي ده موجود في مدينه العالمين كل الفئات موجوده في مدينه العالمين وده بيساعد بشكل كبير جدا على تنوع مدينه العالمين صحيح سياحيا واقتصاديا وبيخلق فرص عمل جديده في قطاع السياحه. صحيح يعني دي نقطه مهمه جدا جدا ويعني يمكن احد اهم النقاط اللي نختم بها مع حضرتك النهارده انا بشكرك شكرا جزيلا الخبير السياحي محمد كريم شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا هنا في مهرجان العالمين في تاني ايام فعاليات مهرجان العالمين الجديده انا يعني كنت سعيده اني كنت موجوده مع حضراتكم النهارده على الهواء مباشره من مدينه العالمين الجديده من تاني ايام فعاليات مهرجان العالمين والحقيقه انه يعني الاجواء هنا رائعه والطبيعه جميله والصوره يعني خير دليل لحضراتكم على كلامنا يا رب تكونوا استمتعتوا معانا هنا النهارده في الحلقه من مدينه العالمين الجديده وزي ما وعدنا حضراتكم هنكون مستمرين مع حضراتكم في التغطيه على مدار ايام المهرجان ومدينه العالمين الجديده مفتوحه قدام الجميع، الجميع هنا يقدر يلاقي فرصه مناسبه انه يتبسط ويسعد باوقاته، تصبحوا على الف خير.